في السلسلة السابعة من ملفات المدى، وثائق تكشف رفض هيئة الضرائب التعاون لكشف عشرات الشركات المتعاملة مع مصرف الهدى. بعد جدل طويل البرلمان يصوت على قانون مؤسسة الشهداء بأغلبية بسيطة، والأحرار والقانون يدعوان لاستثناء جرائم الإرهاب من العفو العام. الأمن والدفاع النيابية تفعل اتفاقات وعقود مع روسيا بقيمة 7 مليارات دولار، ومكافحة الإرهاب يطهر واحدة من المناطق المهمة في الرمادية. الشرطة التركية تعتقل بلجيكيا يشتبه بتورطه في تفجيرات باريس وبروكسل، ترفع مستوى التأهب بسبب تهديد إرهابي وشيك. مشاهدي ومستمعي المدى، نحييكم أينما كنتم، وإليكم نشرة إخبارية مفصلة نبدأها مع الزميل رياض. أهلا بك ماجد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحبة في كل مكان إلى نشرة خبرية تفصيلية. نبدأ هذه النشرة بمتابعة السلسلة السابعة من ملفات الراحل تشلبي بشأن الفساد في مزاد البنك المركزي لبيع العملة الصعبة، لكن بعد هذه الوقفة. إلى تفاصيل هذه النشرة أهلا بكم. نشرت مؤسسة المدى السلسلة السابعة من ملفات الراحل تشلبي بشأن عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي لبيع العملة الصعبة، حيث تركز هذه السلسلة على التحويلات المالية لمصرف الهدى. وتظهر الوثائق رفض هيئة الضرائب التعاون مع البنك المركزي لكشف عشرات الشركات التي قامت بتحويل نصف مليار دولار عبر مصرف الهدى خلال 3 أشهر فقط لتغطية قوائم استيراد. مع تواصل مؤسسة المدى في كشفها لملفات فساد المصارف والشركات، وصلت إلى السلسلة السابعة التي أظهرت مخاطبات رفض هيئة الضرائب التعاون مع البنك المركزي لكشف عشرات الشركات التي قامت بتحويل نصف مليار دولار خلال 3 أشهر. الوثائق أظهرت أن هيئة الضرائب أهملت 3 خطابات وجهها البنك المركزي العراقي يطلب فيها معلومات بشأن قائمة تضم 42 شخصا يتعاملون مع مصرف الهدى يشاركون في مزاد العملة، فيما أشار البنك المركزي إلى أن الشركات المستوردة اشترت أكثر من 500 مليون دولار لتغطية قوائم استيراد، وأن الحوالات تمت عبر مصرف الهدى. وبحسب القوائم التي أرسلها المركزي إلى هيئة الضرائب، فإن شركة الغزال حولت 24 مليون دولار لاستيراد أحذية وتجهيزات رياضية، كما قامت شركة وادي الريان بتحويل 7206 مليون دولار لاستيراد أنابيب ومضخات ماء، فيما حولت شركة السوسن مبلغ 92 مليون دولار فاصلة 8 لشراء طباخات ومبردات ومدافئ نفطية. كما قامت شركة البرهان بتحويل 40 مليون دولار فاصلة 8 لغرض استيراد أجهزة لابتوب وطابعات، كما أجرت شركة أعالي الوادي حوالات ب 33.5 مليون دولار لشراء ملابس وأحذية أطفال. وكانت الوثائق التي نشرت في أعداد سابقة قد كشفت عن قيام مصرف الهدى ب 163 عملية تحويل للدولار إلى الخارج لحساب عشرات الشركات المحلية، وأن 85 من هذه العمليات جرت دون كشوفات لأرصدة هذه الشركات. في الوقت الذي كشفت فيه مؤسسة المدى سلسلة السابعة لوثائق الراحل أحمد تشلبي المتعلقة بعدم تقديم الكشوفات للبنك المركزي من هيئة الضريبة، يرى سياسيون أن جميع ملفات الفساد لم تكترث لها الجهات المعنية، وذلك لتورط أسماء وشخصيات كبيرة. التفاصيل مع ياسر الحطابة.
أبرز ما جاء في السلسلة السابعة لوثائق الراحل أحمد الشلبي من عدم تقديم كشوفات إلى البنك المركزي بعد أن طلب ذلك من هيئة الضرائب تخص شركات حولت نصف مليار دولار إلى خارج البلاد، أمر يراه سياسيون نتاجا طبيعيا لشخصيات سياسية كبيرة متورطة بتهريب العملة. أمر طبيعي جدا لو كانت الأجهزة الرقابية حتى التنفيذية منها مثل الضريبة و دائرة المحاسبة وكل المؤسسات التي تراقب إداء، يعني هي تنفيذية وتراقب الإداء التنفيذي، يعني كان من الممكن أنه نكشف كثير من القضايا، لكن يبدو لي القضايا على الموظفين الصغار تكشف، أما على الموظفين والسياسيين الكبار يسد الستار عنها، لأنه كشف أي فساد لزعيم كبير يؤدي إلى كشف زعماء آخرين. في حين يشير مستشارون داخل رئاسة الوزراء إلى أن ذهاب الأموال إلى خارج البلاد لا تمثل هواجس حقيقية، ومن حق التجار أن ينقلوا أموالهم إلى البلدان الأخرى، وإن التركيز يجب أن يكون على مصدر هذه المبالغ. أنا اللي يهمني الملايين الدولارات أو اللي عند التاجر هذه من أين حصل عليها، مو يهمني طلعها لو بقاها، مو هاي الأصل في الموضوع. الأصل في الموضوع هو كيف حصلها، كيف حصلها داخل العراق. على الجانب الآخر، في فضاء الرقابة والمتابعة تؤكد جهات سياسية على أنها ستدعم إجراءات القضاء في محاسبة المتورطين ضمن لوائح الشلبي من خلال اللجان النيابية ومواقعهم في الحكومة. سندعم هذه الإجراءات وسنحاسب مع الجهات المختصة من خلال البرلمان، من خلال اللجان البرلمانية المختصة، وأيضا من خلال وجودنا في الحكومة العراقية. تورط شخصيات سياسية في تهريب وغسيل الأموال ربما أخذ يظهر بوضوح من خلال عدم تعاون بعض المؤسسات التنفيذية لا سيما الضرائب مع البنك المركزي على حد تعبير البعض، في وقت يؤمن مستشارون في الحكومة بأن معرفة مصادر الأموال أهم من تهريبها. ياسر الحطاب، قناة المدى، بغداد. بعد جدل ونقاشات أخذت وقتا طويلا انتهى البرلمان من التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء بعد إجراء تعديلات على بعض فقراته. بعد تعديل عدد من مواده، مجلس النواب يصوت على قانون مؤسسة الشهداء في جلسته الاعتيادية، والذي كان محط جدل بين الكتل السياسية لما يحمله من أبعاد سياسية واقتصادية كبيرة، حيث سيكلف ميزانية الحكومة الكثير. كل الميزانية ستذهب إلى هذه المؤسسة، بالتالي احنا اليوم طالبنا أن يؤجل هذا القانون لحين الاتفاق عليه بين الكتل السياسية، وحتى لا تتكلف الدولة يعني ميزانية كبيرة لا تستطيع الإيفاء بها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كان الصراع يعني حاد على هذا الموضوع، ويحسبون يعني حتى الشهداء العفو القتلى قبل 2003، يعني اليوم حسين كامل يحسبونه شهيد ويدخلونه في قانون مؤسسة الشهداء. لذلك يعني كان القانون صعب جدا، ودخلت به كثير من المقترحات، لكن هناك مقترحات تحفظنا، يعني مو ليست تحفظ وإنما منعنا التصويت عليها، والحمد لله تم التصويت على هذا القانون. الجلسة كان من المفترض أن تشهد نقاشات معمقة لقانون الموازنة الاتحادية، إلا أن الخلافات بين الكتل حالت دون ذلك، لتبرز مطالب تشريع قانون النفط والغاز على الواجهة من جديد بعد دعوات برلمانيين لضمان توزيع الثروات على المحافظات بحسب ما نص عليه الدستور. هناك مشكلة عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول النفط. باعتقادي لم تنحل هذه المشكلة الا بتشريع قانون متفق عليه من قبل الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط. ولحد الان ماكو اتفاق، فربما تنحل المشكلة مؤقتا وتبرز مرة ثانية، لكن الحل الجذري بتشريع القانون متفق عليه. وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته قبل رفعها على قرار تكون درجات الهيئات المستقلة بدرجة وكيل وزير وليس بدرجة وزير، كما جرى التصويت على مقترح قانون نظم معاهد الفندقة إلى وزارة التربية. من بغداد،
ندى المرسومي، المدى. ائتلاف دولة القانون أعلن رفضه شمول مرتكبي جرائم الإرهاب والفساد بقانون العفو العام. رئيس الائتلاف علي الأديب أوضح أن الائتلاف في الوقت الذي يؤكد على ضرورة تشريع قانون العفو العام، فإنه يرفض وبشكل قاطع شمول الجرائم الإرهابية به وإطلاق سراح من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، فيما شدد على ضرورة عدم شمول من امتدت يده إلى المال العام وتلطخت يده بالفساد المالي والإداري. من جانبها دعت كتلة الأحرار النيابية اللجان المختصة في مجلس النواب لتعديل قانون العفو العام واستثناء المنتمين إلى تنظيمات القاعدة وتنظيم داعش. النائب عن الكتلة رسول الطائي أكد أن القانون يجب ألا يشمل كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشددا على ضرورة شمول المقاومين للأمريكان بالعفو العام. نحن مع هذا القرار، قرار العفو العام وإطلاق سراح الأبرياء، على أن لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الشعب العراقي الجريح، ويستثنى من ذلك العناصر والمجاميع الإرهابية في تنظيم القاعدة وعصابات داعش الإرهابية من هذا القانون. فعلى اللجان المختصة في مجلس النواب إجراء بعض التعديلات على قانون العفو العام الخاص ما يتعلق بالمادة 4 إرهاب والمخبر السري الكاذب. أكدت اللجنة القانونية النيابية وجود بعض الفقرات في مشروع قانون الحرس الوطني التي تنص على تقسيم الجيش العراقي. عضو اللجنة ابتسام الهلالي قالت أن مشروع قانون الحرس الوطني ما زال محط الخلاف بين الكتل السياسية، وذلك بسبب وجود بعض الفقرات التي تنص على تقسيم الجيش مناطقيا، مبينة أن القانون ما زال داخل لجنة الأمن والدفاع النيابية التي تشهد خلافا حادا بشأنها. لجنة الأمن والدفاع النيابية تمكنت من تفعيل عقود معطلة مع الجانب الروسي تصل قيمتها إلى 7 مليار دولار، ما يعزز من قدرات القوات المسلحة في سلاح الجو والدرع وباقي الصنوف الأخرى. التفاصيل في تقرير محمد صباح. تمكنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من الاتفاق مع الجانب الروسي من حيث المبدأ على تفعيل 10 عقود تسليحية تصل قيمتها 7 مليارات دولار كانت قد أبرمتها حكومة المالك السابقة، والتي توقفت بسبب عمليات الفساد التي شابت القسم الأكبر منها تارة وقلة السيولة المالية تارة أخرى. هذا الاتفاق الذي ينظم عملية تزويد روسية للجيش العراقي بالأسلحة والمعدات لمواجهة تنظيمات داعش سيكون تسديد أموال هذه العقود بالدفع الآجل ولمدة 5 سنوات. كان الوفد حينما عاد إلى بغداد كتب تقرير ونسخة يذهب إلى قادة عام القوات المسلحة ونسخة إلى الدفاع والداخلية، فحواه بأن لا مانع بأن حكومة روسيا تقوم بإعطاء السلاح إلى الحكومة العراقية بفترة الآجل، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد هو إنجاز من قبل لجنة الأمن والدفاع، استطاعت أن تقنع الجانب الروسي بإعطاء العراق سلاح. ومن أبرز العقود المعطلة عقد طائرات ميغ 35 وعقد دبابات تي 90 التي تعد دبابة متطورة، والصواريخ المضادة للدروع والأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي تحتاجها الأجهزة الأمنية. زيارة كان بناء على دعوة من مجلس الدوما الروسي، كان الزيارة وفد لجنة أمن الدفاع، كان لنا اجتماع مع الرئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع وكذلك لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما، وكذلك كان لنا اجتماع مع وزارة الخارجية الروسية. تم التطرق إلى عدة المسائل منها ما يتعلق بتسليح وتجهيز القوات العراقية. الجانب الروسي الذي كشف لوفد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وجود 44 دولة تقدم الدعم المالي واللوجستي والمخابرات لداعش أبدى رغبته في تشكيل تكتل يضم جميع الدول العالم لمحاربة هذه التنظيمات الخارجة عن القانون في العراق وسوريا. هناك 44 دولة تشارك في دعم وليس كالدولة الرسمية، لكن هناك عناصر ومافيات وعصابات وبعض من الأجهزة المخابرات هذه الدول تشارك بمباشر أو بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في دعم داعش تسليحيا وتمويليا وأيضا ماليا. لذلك فنحن لمسنا بأن روسيا جدي
في عملها وفي مكافحة الإرهاب. قد تفسر هذه الانعطافات الجديدة التي تقودها روسيا في حربها ضد تنظيمات داعش بأنها محاولة لتوسيع نفوذها في المنطقة العربية على حساب التواجد الغربي الأمريكي الذي يقود التحالف الدولي لملاحقة هذه التنظيمات الإرهابية. من داخل مجلس النواب، محمد صباح، المدى. نتابع حيثيات هذا الموضوع مباشرة مع المختص بالشؤون الأمنية أحمد الشريف. أهلا بك يا سيدي الكريم. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بداية، عقود واتفاقات كبيرة توصلت إليها لجنة الأمن والدفاع مع الجانب الروسي، إلى أي مدى ستسهم هذه الصفقات في رفع القدرة القتالية للقوات العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعنا من حيث التقييم نتحدث عن أن هذا الإجراء جاء إجراء متأخرا، بل متأخر جدا. كان الأجدر بنا منذ عام 2005 و2006 أن نذهب باتجاه تفعيل نوع من التعاون، على أقل تقدير لم نقل تعاونا استراتيجيا، نقول تعاون على المستوى التسليحي بين روسيا وبين العراق، لا سيما أنه كان هناك إشارة واضحة أن المبالغة في تدمير البنى التحتية للمؤسسة العسكرية كانت بقصد أمريكي، هو تغيير عقيدة تسليح الجيش العراقي، وهذه كان يفترض أن تقرأ قراءة دقيقة، لأنه تغيير عقيدة التسليح هو رهن لإرادة المؤسسة العسكرية في قادم الأيام، وإحنا لاحظنا كل الإبطاء والإسفاف الذي تمر به المؤسسة العسكرية هو بسبب ضعف القدرات التسليحية التي تعمدت الولايات المتحدة بالإبطاء بها، فضلا عن أننا أهدرنا أكثر من 147 مليار دولار على المؤسسة العسكرية، وإلى الآن المؤسسة في حالة عجز، ودليل في ذلك وجود الحشد الشعبي الذي يمثل ظهيرا ساندا وداعما، ولولا لما استطاعت المؤسسة أن تفي بمستلزمات إدارة المعركة. فإذا كان الأجدر بنا أن نتخذ هذا القرار منذ وقت مبكر وليس الآن. نعم. طيب، بالوقت الحالي ما هي الأمور التي سيسهم بها هذا الموضوع من ناحية دعم القوات العراقية؟ الحقيقة سيرفع بشكل كبير جدا من القدرات القتالية، وإحنا بأمس الحاجة إلى أن نرفع من القدرات القتالية والجهوزية لجيشنا في مواجهة هذا التهديد. ولكن هل يا ترى ستفعل أم أيضا ستتعرض إلى ضغوط سياسية وسترهن بإرادات سياسية ثم تجهض؟ لأنه إحنا تفاءلنا كثيرا حينما ذهبنا باتجاه أبرام صفقات في ما يتعلق في طائرة النايت سنتر المي 28 والمي 38 المي 35، وكنا نتوقع أن تكون هناك تفعيل لهذه العقود، ولكن لم نجد لها أثرا على أرض الواقع، لأنه النايت هنتر في بعض الأحيان منعت من التحليق بقرار أمريكي. فإحنا نحتاج بالحقيقة إلى إرادة، أن نحرر الإرادة السياسية ثم بعد ذلك نمضي قدما باتجاه إعادة التوازن لمؤسساتنا ولعلاقاتنا الدولية. وأنا على يقين أنه لو كان السلاح الروسي حاضر ولو كنا لازلنا في حالة تماسك ما وصل البلد إلى هذه الحالة من التداعي الأمني والعسكري. طيب سيدي الكريم، الجميع يتساءل عن سبب الدور الخجول للتحالف الدولي في هذه الحرب، أين تضع الأسباب أنت؟ هذه بالحقيقة هو ليس دورا خجولا، وإنما الولايات المتحدة بشكل أو بآخر تخوض حربا ليس في العراق فحسب، بل في عموم المنطقة، هي حرب الجيل الرابع. وحروب الجيل الرابع هي حروب تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على الإرادة السياسية، وبالتالي إبقاء داعش قويا وحيويا ومبثل تهديدا تشكل ضاغطا على القرار السياسي، وبالتالي تستطيع أن تبتز صانع القرار السياسي. هذا الأمر ربما في قادم الأيام سنشهد بعد الدور الروسي في سوريا تحررا من هذه الهيمنة ومن هذه الوسائل والأدوات، ولكن في العراق لازلنا دون مستوى التفاؤل، لأن الإرادة السياسية مرتهنة بالقرار الأمريكي، وهذا ما كنا نخشاه منذ البداية. طيب، وفق هذه المعطيات وفق الدور الروسي في الوقت الراهن، هل تجد أن المعركة مع داعش باتت مسألة وقت قصير؟ نعم، باتت مسألة ربما نتحدث فيها عن سقوف محدودة، ولكن متى حصل هذا الأمر؟ حصل بعد التدخل الروس في سوريا. يعني لولا دعم روسيا للنظام السوري لانهارت سوريا وتشكل النظام الموالي للولايات المتحدة، وبالتالي أصبحت المنطقة كلها داجنة للولايات المتحدة. أما الآن وقد ثبتت روسيا وسوريا على مبدأ واحد، واستطعنا أن نحقق إنجازا في سوريا بعد التدخل الروسي مباشر عسكريا، أحرجت الولايات المتحدة وذهبت باتجاه تقليم أظافر داعش وليس القضاء على داعش، ودليلنا في ذلك ما يجري في الأنبار.
القطاعات اللي هي بالحقيقة الفرقة الذهبية دربت على أيدي الولايات المتحدة، لم تستطع أن تعبر نهر الفرات إلا بشق الأنفس لأنها لا تمتلك جهدا ساندا. وكان الأجدر بالولايات المتحدة إن كانت تفي بالتزاماتها وبمنظومة تحالفاتها وبالتحديد بالاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي لأمنت جهدا ساندا وجعلت مسألة تحرير الأنبار بانسيابية وحتى الموصل. نعم. لا زالت طيب الولايات المتحدة مشكوك في سلوكها وفي توجهاتها تجاه العراق. طيب سيدي الكريم، ما الذي يحتاجه العراق في الوقت الراهن لزيادة وتيرة العمليات العسكرية في الحرب ضد داعش؟ بالحقيقة كمقدمة نحتاج إلى قرار سياسي جريء، لا سيما أنه ما صدر من قرار من الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن هو ربما يشكل جهدا ساندا للقرار السياسي. إذا تحررنا بالإرادة السياسية وذهبنا باتجاه استدعاء التدخل الروسي المباشر سنقلب معادلة التوازن في صراعنا مع داعش وسنعيد الكرامة لبلدنا وسنحرر بلدنا على وجه السرعة. أما أن نبقى نعتمد ونتكي على الولايات المتحدة فأعتقد هذا سوء تقدير وخطأ استراتيجي لطالما وقعنا فيه ولازمنا نصر على الاستمرار عليه. نعم. المختص بالشؤون الأمنية أحمد الشريفي، شكرا جزيلا لك. أعدت رئاسة الجمهورية حادثة إحراق العلمين العراقي وأقليم كردستان من قبل بعض المتطرفين عملا يتنافى مع القيم الوطنية ومبادئ الدستور. الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني حذر في بيان له من محاولات زرع الفتنة والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد، داعيا الكف عن مثل هذه الممارسات الضارة بالشعب العراقي. وأكد شواني أن الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث جدد التأكيد على أهمية تطوير التعايش السلمي بين العراقيين كافة والابتعاد عن أجواء التشنج والتوتر في هذه الظروف المهمة التي يمر بها الشعب والبلاد. في رسالة من رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى السيد فخري كريم بصفته رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، تمنى العبادي النجاح والتوفيق للمجلس مؤكدا إصراره على مسيرة الأمن والسلام ومحاربة داعش. كذلك كرر عزمه على السير بمنهج الإصلاحات بمؤازرة من كل المخلصين في العراق. بدوره رد السيد فخري كريم برسالة جوابية ووصف كلام العبادي بأنه ينطوي على إرادة وطنية لإنقاذ البلاد. وأكد كريم أن تعميق الإصلاحات سيقوي من عزيمة المتصدين لتنظيم داعش على خطوط المواجهة وإرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية. وكان المجلس العراقي للسلم والتضامن قد عقد مؤتمره الرابع في بغداد بحضور أكثر من 200 من أعضائه والعديد من الشخصيات السياسية والنواب وقادة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والمنظمات المهنية. التفاصيل في التقرير الآتي. أكثر من 200 من أعضاء المجلس العراقي للسلم والتضامن حضروا في المؤتمر الرابع للمجلس بمشاركة شخصيات سياسية وقادة منظمات مدنية ومهنية ونقابات واتحادات، حيث استعرضت فعاليات المؤتمر التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة وفق حزمة متتالية. الأزمة الخانقة التي تعاني منها البلاد باتت مهمة أكبر من قدرة كل القوى والأحزاب والكتل السياسية المجتمعة، فكيف إذا كانت تعاني من الفرقة والتقاطع وتتقاذفها الأهواء والمطامح والمطامع السلطوية وتطالها شبهات الفساد والمسؤولية عما حل بالبلاد؟ المؤتمر الذي شهد قراءة رسالة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي والتي ثمن خلالها دور مجلس السلم والتضامن في إشاعة ثقافة التعايش بين مختلف طبقات المجتمع، أشار فيه المشاركون إلى كيفية تسيير العلاقة بين المؤسسة الدينية والقوى المدنية الأخرى التي تعيش حالة من الإرباك. هذا المؤتمر الذي اجتمعت فيه هذه النخب المدنية لمختلف الأمزجة والثقافات وجامعها الأول والأخير وأنها تنشد السلم والسلام والحرية من حيث هي حرية، والعقبة الأساسية أو الكؤوس في هذا الجانب هي كيفية تفسير العلاقة بين المؤسسة الدينية والقوى المدنية الأخرى، هذه العلاقة التي هي عبارة عن أزمة مستمرة
ولا أدري ما هذا، ما سر هذه القطيعة إذا جاز التعبير؟ ألا يوجد يسار ديني مثلا؟ بالتأكيد يعني كلكم تعلمون أن اليسار الديني موجود. وتتمثل حاجة المجلس اليوم في تعزيز التماسك بين العراقيين الذين يواجهون تحديا يتمثل بالمفسدين ودعاة التفرقة والتميز والتشدد الطائفي، حيث دعا المشاركون إلى دور أكبر للخطابات المعتدلة سواء كانت من رجال سياسة أو دين. تعمقت الشروخات بين شرائح المجتمع وسياسات الطغاة أقول والفاسدين والمفسدين، والعديد من اللي دفعوا باتجاه التشدد الطائفي جعلت من واقع العراق واقع مأساوي. فنحن بأمس الحاجة إلى حركة السلم والتضامن في البلد والمصالحة الحقيقية في البلد. نحن الآن بحاجة إلى هذه الحركة، ومجلس السلم والتضامن العراقي ممكن أن يكون الخميرة أو الدينامو أقدر أقول لهذا التحرك، ليحرك القيادات للمرجعيات الحريصة على المصلحة الوطنية، لنأتي إلى كلمة سواء فيما بيننا كعراقيين، وتتحكم بنا الولاء الوطني وليس ولاءات الفرعية الأخرى. وفي ختام أعمال المؤتمر جرى التداول حول التصويت على استمرار رئيس المجلس لدورة جديدة، أعلن خلالها المرشح تمنيه بإعفائه عن الاستمرار لانشغالاته الضاغطة والرغبة في كسر السياقات التقليدية التي تعرقل التجدد والتطور، إلا أن الأعضاء اتفقوا على تجديد الثقة بالرئيس الحالي. متابعينا الكرام، الشأن الأمني وتفاصيله بعد الفاصل. بداية الملف الأمني من الحرب ضد الإرهاب، إذ تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تحرير منطقة مهمة شمال غربي مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش. ومصدر أمني أشار إلى أن القوة انتهت من تحرير منطقة الزيتون جنوب منطقة الخمسة كيلو، مضيفا أن معارك التطهير أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم فضلا عن تدمير وإحراق عجلات المسلحين. من جانبها أكدت وزارة الدفاع استمرار القوات الأمنية في تقدمها نحو مركز مدينة الرمادي بعد تكبيد تنظيم داعش خسائر كبيرة. وزارة الدفاع في بيان لها أكدت أن القوات المسلحة تواصل تقدمها في قواطع العمليات، وتمكنت من تكبيد تنظيم داعش خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وبيّنت الوزارة أن قيادة فرقة المشاة الآلية العاشرة قامت بالتقدم صوب مركز الرمادي وبإسناد جوي ومدفعي وبإشراف من قبل قائد القوات البرية وكبار الضباط العازمين على تحرير الأرض. هذا وأعلن عضو مجلس الأنبار عدال الفهداوي إكمال تدريب 1000 مقاتل من أبناء العشائر بالحشد في قاعدة الحبانية شرق الرمادي. الفهداوي قال أن المقاتلين تلقوا تدريبات على يد مدربين عراقيين، مضيفا أن المتطوعين سيشاركون بعمليات تحرير الرمادي إلى جانب عمليات الأنبار ومسك المحور الشمالي من المدينة، وخاصة المناطق التي حررتها تلك القوات هناك. من جانبها أكدت قيادة التحالف الدولي تنفيذ 42 ضربة استهدفت مواقع لتنظيم داعش في العراق وسوريا. بيان للتحالف أوضح أن طائرات قاصفة وأخرى هجومية إضافة إلى الطائرات المسيرة نفذت 20 غارة في العراق، مضيفا أن تلك الغارات توزعت في مناطق بيجي والكسكة والموصل والجيارة وكذلك منطقة الرمادي وسنجار ومنطقة سلطان عبدالله، حيث تم تدمير 8 وحدات تكتيكية مع تدمير 3 مبان تابعة لتنظيم داعش إضافة إلى 26 موضعا قتاليا. طالبت عضوة لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية شيرين عبد الرحمن بتخصيص ميزانية لإعادة أعمار المناطق التي يتم تحريرها من داعش، مؤكدة في مؤتمر صحفي بمبنى مجلس النواب دعت إلى وضع حد لمعاناة المهجرين والنازحين وحماية أرواحهم وإعادتهم إلى مناطقهم. فإني أطالب مجلس النواب وأعضائه بالتصويت على تخصيص أموال في موازنة عام 2016 لإعادة أعمار المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة داعش في ظل الانتصارات التي تحققها قوات البيشمركة والجيش العراقي والحشد الشعبي وأبناء العشائر على تنظيم داعش الإرهابي،
وفي ظل المعاناة الكبيرة والظروف القاسية من البرد والأمطار التي يواجهها الملايين من النازحين من سكان المناطق التي احتلها هذا التنظيم، وتبعا لما يمليه علينا واجبنا الوطني والإنساني والأخلاقي في وضع حد لمعاناة المهجرين والنازحين وحماية أرواحهم وعادتهم إلى مناطقهم ومنازلهم من أجل أن يعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية وعودة أبنائهم إلى الدراسة والعمل بعد أكثر من عام من التشتت والضياع. في خطوة تهدف لاستمرار المسيرة العلمية برغم معاناة النزوح التي طالت لأكثر من عامين، افتتح في محافظة كركوك الموقع البديل جامعة الأنبار بالتنسيق مع إدارة كركوك وجامعتها التي قدمت التسهيلات لغرض الاستضافة. التقرير الخاص بحمزة السعداوي يوضح التفاصيل. بعد المعاناة التي واجهت طلبة جامعة الأنبار النازحين نتيجة الظروف الأمنية التي تشهدها مناطقهم والتي تسببت بتدهور مسيرتهم الدراسية لعامين، افتتح في محافظة كركوك الموقع البديل لجامعة الأنبار واستئناف دوام الجامعة بالتنسيق مع إدارة كركوك وجامعتها. اتفقنا مع جامعة كركوك على أن نستثمر الأماكن غير المستثمرة في الجامعة، ونضطر إلى الدوام بعد دوام بعض الكليات وأخذ بنايات أخرى غير مشغولة، ومن هذه البنايات هذه البناية التي نقف فيها الآن التي هي كانت سابقا اتحاد العمال وهي تابعة إلى كلية طب الأسنان. الحقيقة أن إشغالنا لهذه الأماكن ليس عن طريق الإيجار وإنما عن طريق التعاون، فنحن مؤسسات واحدة تعمل ضمن إطار وزارة واحدة وفي بلد واحد. الطلبة النازحون الذين يسكنون في محافظات إقليم كردستان طلبوا وزارة التعليم العالي باستئجار أقسام داخلية لهم بسبب بعد الطريق وإجراءات السيطرات التي تؤخرهم عن الدوام. احنا كطلاب نطالب وزارة التعليم العالي مخاطبة محافظ كركوك واللجان المعنية بهذا الشيء تفتح أقسام داخلية للطلاب، لأن جاي نواجه صعوبة بالنقل، أكو طلاب جاي يجون من شقلاوة، طلاب جاي يجون من الدهوك، هذا يستغرق وقت. وزارة التعليم العالي إنه يفتحون الأقسام الداخلية هنا، هواية طلاب، يعني الطالب يعني يجي من الثمانية يجي يدرس بالخمسة يطلع، يصل هنا بس يعني يصل مبهذل، شو وقت يلحق يرجع، شو وقت يلحق، يعني الطلاب أنا جماعتي بأربيل يصلون بستة المغرب. نطالب بهم بين يسوون لنا فد شغلة يعني نقدر تسهل العبور من مكان اللي احنا موجودين به الى مكان الموجود اللي بكردستان اللي بي اللي بسليمانيه اللي بيهم بفد مكان، وهاي الطلاب كلي تدا تعاني. يعني انا من دا احكي لك عن ماساه كافه الطلبه اللي دا يعانون واللي دا نشوفهم احنا بعيوننا. ورغم افتتاح موقع بديل لجامعه الانبار الا ان ملاكها التدريسي وطلبتها تبقى امالهم معلقه بالعوده الى مكان جامعتهم الاصلي لما تحمله هذه الجامعة وبحسب مختصين من تاريخ علمي متفوق خرجت الكثير من الكفاءات العلمية العراقية. حمزة السعداوي، قناة المدى، كركوك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباء، نشرة متواصلة لكن بعد هذه الوقفة. أهلا بكم من جديد. أعلن النائب أحمد السلماني خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس النواب أن 1200 شاب من أبناء محافظة الأنبار خطفوا في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وطلب السلماني من رئيس الوزراء والقادة الميدانيين في المحافظة بالكشف عن الجهات المسؤولة عن حالات الخطف. قد تجاوز عدد المخطوفين ليومنا هذا 1200 مخطوف، وبناء على ما تقدم أطالب السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسادة وزراء الدفاع والداخلية والقادة الميدانيين في مدن وأقضية ونواحي الأنبار بالكشف عن الجهات التي تقوم بحالات الخطف والكشف عن مصير المدنيين الذين تم اختطافهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع اختطاف المدنيين الأبرياء. في الوقت الذي تتسع فيه ظاهرة الاعتداءات على الملكات الطبية، أكدت الجهات الحكومية اتخاذ العديد من الإجراءات
التي تحده من هذه الظاهرة التي رفضها أيضا شيوخ العشائر. التفاصيل في تقرير إبراهيم المحمود. يتكرر مشهد الاعتداءات على الملاكات الطبية من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون حالات الوفاة وتحويلها إلى تهم باطلة توجه لتلك الملاكات وتحميلهم مسؤولية الوفاة، حيث تتسع هذه الظاهرة في المحافظات التي تشهد التسلط الفصل العشائري على القانون. حالة إصدار شهادة وفاة يعني أصلا موضوع إداري، مو موضوع طبي ولا نتيجة خطأ طبي، الاعتراف كان على شهادة الوفاة. حاولوا يكسروا باب الثلاجة، باب الطوارئ، أخذنا منهم تعهد خطي بعدم التعرض، بس من خرجت بالسيارة داخل جراج المستشفى صار حالة الاعتداء. أكثر من 40 واحد جيتوا على السيارة وحاولوا يعني ضربوني تقريبا وكسروا مناظري. تعرض الأطباء والصيادلة والأسنان والكوادر الطبية لاعتداءات كثيرة داخل المؤسسات الحكومية وفي العيادات الخاصة، أدت إلى هجرة عدد كبير من الأطباء يقدر ب 202 طبيب وصيدلي وطبيب أسنان، بالإضافة إلى عدد الشهداء اللي تراوح على 205 منتسب في دار الصحة ديالة ما بين 21 طبيب. كذلك الظروف الأمنية والفصل العشائري أدى إلى هجرة ما يقارب 202 طبيب خارج محافظة ديالة. شيوخ عشائر أكدوا أنهم يساندون الحكومة في تطبيق القانون وضد من يحاول التطاول بالسلاح سواء على الملاكات الطبية أو غيرهم من شرائح المجتمع. شيء مرفوض هذا، وما نقدر أي واحد يقدر يتجاوز على الطب حتى لو كانت حالة عصبية، هذا مرفوض ويتحاسب من قبل العشائر ومن قبل القانون. وزارة الصحة وبالتنسيق مع الوزارات الأمنية أشارت إلى أنها خرجت بتوصيات نهائية للحد من أي خروقات قد تطال الملاكات الطبية، وسيتم العمل بها خلال وقت وجيز بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى وأهمها وزارة الداخلية، والمهام التي تتطلع بها وزارة الداخلية من خلال توفيرها لقوة حماية المنشآت في المؤسسات الصحية، وضرورة أن يتدخل المسؤولين عن هذه الحماية في حال تعرض الطبيب لأي اعتداء. هذا المؤتمر يعني كان محتوى أو تركيزه على الكف عن الاعتداءات على الأطباء والكوادر الصحية الموجودة بمؤسساتنا الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمرضى. وبحسب مراقبين فإن تكرار الخطف والابتزاز والقتل الذي يطال الملاكات الطبية والصحية قد يشكل عاملا لترك المهنة والهجرة خارج البلاد. على ما يبدو أن استهداف الملاكات الطبية قد يستمر على أيدي بعض المسلحين في ظل غياب الرادع الحكومي. إبراهيم المحمود، قناة المدى، بغداد. ظواهر اجتماعية باتت تهدد أمن واستقرار البصرة، لعل أبرزها تعاطي المخدرات والنزاعات العشائرية التي أخذت تتسع في الآونة الأخيرة، في مؤشر واضح على غياب الدور الرقابي والقانون الذي أخذ يتراجع أمام الأعراف العشائرية. المزيد في تقرير محمد جابر. انتشار مخدرات في البصرة والنزاعات العشائرية نقاط رئيسية تم الحديث عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في عمليات البصرة بحضور لجنة الأمن والدفاع النيابية، حيث تحدث رئيسها عن التحرك في إيقاف التجاوزات التي تحصل في بعض الأحيان من قبل بعض الجهات الحكومية. ولا يحق لأي جهة ولا يحق لأي عشيرة أن تهدد الأمن وأن تكون فوق القانون. لذلك كذلك هناك نسمع انتشار للحشيشة والمخدرات، انتشار لعمليات ابتزاز والخطف والتسليب نسمع دائما. لذلك أنا أطلع ميدانيا من خلال الأخ قائد عمليات البصرة وأعرفه من القادة الكفؤين والمهنيين والمخلصين، وأقول هناك انتهاكات لبعض الجهات المسلحة، لبعض الجهات العسكرية. أقول بصراحة لا يوجد أحد فوق القانون، ولا يوجد علوية لأي شخص ولأي جهة ولأي حزب يهدد أمن وسلامة البصرة. هذا المؤتمر كشفت فيه قيادة عمليات البصرة عن إلقاء القبض على عصابات تتاجر بالمخدرات إلى باقي المحافظات العراقية وأخرى مختصة بعمليات الخطف والسلب. لقينا القبض على 18 تاجر مخدرات أصلي يعني كبير وليس لكيلو وكيلوين، وأيضا ألقينا القبض على مجاميع أخرى موجودة تتعاطى المخدرات في مدينة البصرة وتسربها إلى المحافظات الأخرى. بالإضافة لهذا عندنا لقينا القبض على عصابات تسليب وعصابات خطف، وقدرنا أن نتجاوز على حتى حدود مسؤوليتنا، عبرنا إلى العزير ونفذنا واجبات بالتعاون مع عمليات الرافدين وألقينا القبض على هذه المجاميع. لجنة الحد من النزاعات العشائرية في البصرة أوضحت أن هناك نزاعات عشائرية دائما تتكرر في شمال المحافظة،
تسعى لجنة الأمن والدفاع النيابية من خلال زيارتها إلى التوصل لحل إنهاء ذلك الصراع. لدينا مشكلة حدثت في الفترة الأخيرة في شمال البصرة، تصورنا أنها أرهقت المجتمع في هذه المنطقة وأرهقت القوات الأمنية. قدوم السيد رئيس لجنة من الدفاع حيث هم العشيرتين توعدا حين قدوم رئيس لجنة من الدفاع سيكون هناك تهدئة حتى يشرف بنفسه مع الأخوة القادة الأمنيين على النزاع. قد يكون هذا النزاع ليس عشاري فقط بصراحة. تردي الأوضاع الأمنية في محافظة البصرة في الفترة الأخيرة لا سيما النزاعات العشائرية جعلت بعض القيادات الأمنية تزور المحافظة لعلها تستطيع وضع الحلول. من البصرة محمد الجابري، المدى. أخبار المالية والاقتصاد بعد الفاصل. من جديد أهلا بكم. لم يغفل كثير من النواب مخاوفهم من العجز الذي تعاني منه الموازنة الاتحادية وما ستعكسه سلبا على مختلف قطاعات الدولة، فيما دعت اللجنة المالية النيابية إلى معالجة هذا العجز عبر القروض الدولية وإيجاد سياسات اقتصادية جديدة. لا يزال العجز المالي الذي يسيطر على موازنة 2016 يلقي بظلاله على جميع مفاصل الحياة في البلاد، لا سيما في الجانب الأمني، مع وجود أنباء حول توجه حكومي لتخفيض ميزانية الحشد الشعبي بسبب العجز المالي، وهو ما سيؤثر بحسب نواب على الوضع الأمني. هناك أخبار بهذا الصدد، لكن الحشد الشعبي مسألة دعمه تكون ضرورية ومهمة، لأن أي تقليل وأي ضعف في الحشد الشعبي سيؤثر على الواقع الأمني، والمفروض احنا ننصف الحشد الشعبي ونزيد من موازنته ونزيد من درجاته الوظيفية. طالبنا اللجنة المالية إضافة مواد تعطي لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية درجات وظيفية من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من المقاتلين، وكذلك زيادة تخصيصات الحشد الشعبي من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن لضمهم إلى الحشد الشعبي وزيادة التسليح للحشد الشعبي، خصوصا وأن الشهور القادمة ستشهد معارك حاسمة ومهمة. هذا فيما تنفي الحكومة وجود أي نية لخفض الوظائف لمقاتلي الحشد الشعبي. طالبت اللجنة المالية النيابية إيجاد بدائل لسد عجز الموازنة من خلال الاعتماد على القروض. الحقيقة الموازنة لعام 2016 فيها عجز حوالي 23 تريليون، وهذا العجز هي نسبة كبيرة جدا، ولو هي أقل من موازنة 2015، ولكن ينبغي على الحكومة العراقية العمل على سد هذا العجز والاستدانة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل المساهمة في رفع مستوى الاقتصاد العراقي إلى الحد الذي يمكن العراقيين من الاستمرار في معارك داعش والتغلب عليه. ويضع العجز المالي لموازنة 2016 الذي يقدر بأكثر من 20% الحكومة أمام امتحان صعب في ظل ارتفاع النفقات، خصوصا في الجانب العسكري الذي يتطلب بحسب متابعين دعما أكبر في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها البلاد ضد تنظيم داعش. من بغداد، صالح طيب، المدى. أوصت الهيئة السياسية للتحالف الوطني بضرورة الإسراع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016، وقال مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري في بيان له أن الهيئة أشادت بالجهود الوطنية التي تبذلها القوى السياسية في تعزيز اللحمة الوطنية وإرساء دعائم الاستقرار والحفاظ على وحدة الصف، مؤكدا إنهاء النقاشات الجادة بشأن موضوع العجز المالي في الموازنة وترشيق الاتفاقات والانفاقات غير الضرورية، إضافة إلى التأكيد على أهمية اقتراب التقدير الأولي للموازنة العامة مع المصروف الفعلية. كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي أن لجنته ستقوم بطرح قانون جديد للنفط والغاز في حال امتنعت الحكومة عن إرسال القانون الموجود لديها في الوقت الحالي. وقال العبادي أن قانون النفط والغاز على طول الدورة البرلمانية السابقة لم يقر وكان مثار جدل الكتل السياسية وحكومتي بغداد أربيل، مبينا أن لجنة النفط البرلمانية طلبت الحكومة بإرسال القانون للبرلمان لإقراره بأسرع وقت ممكن.
توقعت وزارة النفط زيادة صادراتها من النفط الخام في الموانئ الجنوبية إلى 3,500,000 برميل يوميا بانتهاء العوامة الرابعة. وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية ضياء الموسوي أن شركة نفط الجنوب بصدد العمل لإنشاء مشاريع لزيادة الطاقة التصديرية والمعدات الموجودة فيها، مبينا أن الصادرات الحالية من الجنوب تصل إلى 3,000,000 برميل يوميا. متابعينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها الأخبار الدولية بعد الفاصل. نحييكم من جديد. وبدأ الناخبون المصريون في الخارج التصويت في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، في حين يبدأ الناخبون في الداخل الإدلاء بأصواتهم الأحد. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في 139 سفارة وقنصلية مصرية عبر العالم، وسط توقعات أن تواصل لائحة في حب مصر المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تصدرها للنتائج في المرحلة الثانية، كما أن عليه الحال في المرحلة الأولى. ألقت السلطات الكويتية القبض على مجموعة تقوم بتزويد تنظيم داعش بالأموال والأسلحة المتنوعة بما فيها الصواريخ من خلال حسابات مصرفية في الخارج. وقالت السلطات الأمنية الكويتية أن الخلية تضم لبنانيا ومصريا وخمسة سوريين واستراليين اثنين وكويتيا، مبينة أن أحد أعضاء الخلية عمل منسقا لإرسال الإرهابيين للخارج، وأن عضوا آخرا بالخلية تاجر بالسلاح. شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا على أهمية المؤتمر الموسع الذي ستحتضنه الرياض لفصائل المعارضة السورية بشقيها السياسي والمسلح، تمهيدا للمفاوضات المرتقبة بينها وبين النظام. ديمستورا بيّن أنه من دون معارضة موحدة ومتماسكة سيكون من الصعب عقد اجتماع فعال في جنيف بين المعارضة والحكومة، فيما أكد على أهمية اجتماع الرياض لأنه سيصبح منبرا مشتركا للمعارضة السورية، وسيكون على الجميع التعامل معه مباشرة. اعتقلت السلطات التركية مواطنا بلجيكيا من أصل مغربي يشتبه بمشاركته في التخطيط لهجمات باريس التي أولت بحياة 130 شخصا. وقالت وسائل إعلام تركية أن المشتبه به أحمد دهماني اعتقل في فندق بمدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، ويشتبه بأنه تولى اختيار أهداف هجمات باريس. كما قام رجال الأمن باعتقال اثنين من المواطنين السوريين يشتبه أنهما أرسلا من قبل تنظيم داعش بهدف تأمين ممر أمن لدهماني عبر الحدود إلى سوريا، وأنهما كانا ينويان الالتقاء به لهذا الغرض. مشاهدي ومتابعي المدى، هذه النشرة الإخبارية لكن الأخبار الرياضية مع الزميلة إيناس. أهلا إيناس. أهلا ماجدة. أهلا رياض. أهلا أحبتي المشاهدين، الأخبار الرياضية لكن بعد الفاصل. أهلا بكم أحبتي. تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم شعارا آسيويا يقضي بضرورة حضور ممثلين عن ناديي النفط الوسط والقوة الجوية في حفل قرعة بطولة الاتحاد الآسيوي التي ستجري في 10 كانون أول المقبل بصفتهما بطل الدوري ووصيفه. كما طلب الاتحاد الآسيوي ترشيح ممثلين عن الناديين المذكورين لحضور ورشة العمل الخاصة بالبطولة التي سيتم فيها الكشف عن تعليمات المسابقة. يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي منح نادي الشرطة فرصة التواجد بالبطولة في حال الإبقاء على حظر مشاركة الأندية الكويتية. تناقش لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم إمكانية إقامة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العراق بطريقة الذهاب والإياب عوضا عن طريقة خروج المغلوب التي جرت عليها الأدوار الماضية. وأكد ذلك رئيس لجنة المسابقات علي جبار، وقال إن هذه الطريقة تعطي الفرق الثمانية فرصة المنافسة أو التعويض كما يجري في أغلب مسابقات الكأس، وسيكون شهر آذار العام المقبل موعدا لإجراء مبارياتها هذا
هذا الدور. يشار إلى أن مواجهة دور الثمانية ستكون بين فريقي الزوراء والحسين ونفط الجنوب أمام أمانة بغداد والجوية مع الكرخ والخطوط مع دهوك. استبعد المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبد الغني شهد 3 لاعبين هم أمجد وليد وحسين عبد الواحد وأحمد حسن بسبب تعرضهم للإصابة خلال معسكر المنتخب المقام حاليا في إمارة دبي الإماراتية. وأشار بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم إلى أن شهد ضم 5 لاعبين جدد هم مهدي كامل وهمام طارق ومازن فياض ومهند عبد الرحيم وعلي حصني. وسيلاعب منتخبنا الأولمبي منتخبات كوريا الجنوبية وأوزبكستان واليمن خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات أولمبيات البرازيل العام المقبل. فيما دخل المنتخب العراقي لكرة الصالات معسكرا تدريبيا في محافظة النجف الأشرف تحضيرا لنهائيات آسيا التي ستقام في أوزبكستان مطلع شباط العام القادم. وقال المدير الفني للمنتخب هيثم بعاوي أن المعسكر يستمر لمدة 7 أيام بمشاركة 26 لاعبا سنختار الأفضل منهم لتمثيل المنتخب في المنافسات الآسيوية النهائية كوننا نطمح بالتأهل إلى كأس العالم وسنقاتل من أجل ذلك. يشار إلى أن قرعة النهائيات ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور في 2 كانون أول المقبل. ضمن مباريات الدور العراقي الممتاز لكرة الصالات فاز نادي الكاظمية على نادي بلد بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم على أرضية الأخير. سجاد الربيعي والتفاصيل. ضمن مباريات الدور العراقي الممتاز لكرة الصالات أقيمت مباراة جمعت بين فريقي بلد والكاظمية على أرضية نادي بلد الرياضي حضرتها جماهير غفيرة وسط تنظيم وأجواء حماسية ومثيرة. الحقيقة تفاجأنا بأجواء الجميلة في مدينة بلد والاستقبال وحضور الجمهور الكبير إلى مباريات الرياضية وسيادة النظام والقانون في داخل القاعة وفي مدينة بلد والجو الرياضي البديع الذي يميز هذا القضاء الجميل. أشواط المباراة لم تخلو من الندية بين الفريقين فالأداء كان متقاربا حتى نهاية المباراة التي أعلنت انتصار فريق الكاظمية بهدفين مقابل هدف واحد لبلد. مدرب ولاعب الكاظمية أعربوا عن فرحتهم بهذا الانتصار الذي رفع رصيدهم في ترتيب الدور العراقي إلى 6 نقاط بعد فوزين وخسارة. احنا هذا الفوز الثاني بعد أخفاقنا بمباراة الأولى ضد الخالدون بكرنا من الفوز على الحكيم 4-0 واليوم فزنا على نادي بلد 2-1. احنا اعتمدنا على الهجمات المرتده. الحمد لله شكر حقنا 3 نقاط. هذا تنجان علي من بغداد يعني. هارد لك البلد فريقي وناسي واهلي. ان شاء الله يوفقهم للعبات القادمه. فريق شاب زين. الشوط الثاني شويه صار ضغط علينا لان كنا مقدمين وطريق تعرف جهود يعني وصلنا نفس اليوم. الجهاز الفني لنادي بلد علل أسباب الخسارة إلى قلة خبرة لاعبيه والأخطاء الفردية التي وقعوا بها بالإضافة إلى عامل نقص المحترفين في الفريق. خسرنا مباراة اليوم بسبب قلة الخبرة اللاعبين. احنا كنا الأفضل والأخطر شوطين احنا كنا أفضل. أخطاء فردية خسرتنا المباراة وكنا ماخذين ضربة جزاء وضيعناها وفرص يعني بالجملة انت شاهدتوا الجميع. المهم بناء فريق من المدينة طبعا أثر علي نقص المحترفين بالإضافة إلى لاعبين شباب من حارس المرمى إلى جميع اللاعبين فطبعا يأثر عامل الخبرة أثر علينا. ولو كان عندنا لاعبين خبرة محترفين لا النتيجة لصالحنا إن شاء الله القادم خير. وتعتبر المباراة التي جمعت الفريقين هي المباراة الثالثة في الدور العراقي الممتاز لكرة الصالات. من صلاح الدين سجاد الربيعي قناة المدى. شكرا للزميل سجاد الربيعي. تواصل كرة نفط الجنوب إجراء وحداتها التدريبية ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه النادي في العاصمة بغداد تحضيرا لاستئناف منافسات الدور الممتاز عقب التوقف. ويتخلل المعسكر 4 مباريات تجريبية أولها الأحد مع نادي الحدود والثلاثاء أمام نادي الحسين ويلاعب يوم الخميس نادي الصناعة فيما يختتم مبارياته التجريبية بمواجهة القوة الجوية السبت المقبل. وستكون المباريات الأربع فرصة مثالية أمام المدرب الجديد حسن مولى للوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار التشكيلة المناسبة لخوض غمار المباريات المقبلة.
يعقد نادي زاخو مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب كرة القدم لتقديم 3 لاعبين ليبيين إلى وسائل الإعلام وتوقيع العقد معهم لتمثيل فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة من الدور الممتاز. وقدمت إدارة نادي زاخو الشكر لوكيل أعمال اللاعبين عبد الحفيظ العقوري وناديي النصر والهلال الليبيين لتسهيل الإجراءات والموافقة على إعارة اللاعبين. يشار إلى أن نادي زاخو اقترب في المدة الماضية من التعاقد مع الليبي أحمد الزوي، إلا أن إجراءات الفيزا منعت انتقاله للفريق. بمشاركة 81 لاعبا يمثلون 9 أندية أقام الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام في محافظة واسط بطولة أندية المحافظة للمتقدمين لأكثر من 10 أوزان. بها زهير والتفاصيل. نظم الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام في محافظة واسط بطولة أندية المحافظة للمتقدمين بمشاركة 9 أندية بواقع 81 لاعبا لأكثر من 10 أوزان، حيث شهدت عروضا متميزة بالتنافس على مسرح العرض الذي شهد فوز نادي النعمانية بالمركز الأول وواسط ثانيا ونادي الزعيم بالمركز الثالث ليمثل منتخب محافظة واسط في البطولات المقبلة. اتحاد بناء الأجسام من الاتحادات العريقة ومن الاتحادات اللي امتازت في تنظيم البطولات على مستوى العراق وعلى مستوى المحافظة. الحمد لله والشكر احنا نمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من الأندية ومن القاعات اللي هي ما يقارب 25 قاعة على مستوى المحافظة. بصراحة نطرقنا باب المسؤولين، لم نجد دعم لهذه البطولة بخصوص والبطولة السابقة. البطولات القيمة المحافظة تعتبر هذه دعم للمنتخب الوطني للفئة الشباب والمنتخب الوطني المتقدمين، طبعا مع حضور المدربين المنتخب الوطني، لأن حتى يتسنى لهم اختيار اللاعبين لتمثيل البلد في البطولات الدولية. أسماء شبابية جديدة أقل البعض منها لأول مرة على مسرح العرض، امتازوا بالبناء العضلي والتوافق الجسماني الذي أبهر الحضور. كانت المستويات بالنسبة للبطولة جيدة جدا، حصولنا على المركز الأول كالعادة، كل سنة نشارك وناخذ بطولة المحافظة المركز الأول. المنافسة حادة جدا، الشباب مستواهم أرقى بهواية من السنين الباقية. الدعم قليل جدا، يكاد أن يكون معدوم، بس تنظيم الأستاذ سالم خيون، الأستاذ علي سامي وغيره من الأساتذة البقية تحفيز كافي يعني أعتبره. منافسات البطولة كشفت حجم القاعدة العريضة التي باتت تحظى بها لعبة بناء الأجسام في واسط من خلال ظهور طاقات وأسماء جديدة أكدت حضورها على مسرح البطولة وتواجدها القوي. بهاء الزهير، قناة المدى، واسط. شكرا للزميل بهاء زهير وشكرا لحسن المتابعة، وهذه عودة للزملاء لكن بعد الفاصل. شكرا لك ناس على هذه الجولة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباء، قبل الختام تذكيرنا بأهم العناوين. في السلسلة 7 من ملفات المدى، وثائق تكشف رفض هيئة الضرائب التعاون لكشف 10 شركات متعاملة مع مصرف الهدى. بعد جدل طويل، البرلمان يصوت على قانون مؤسسة الشهداء بأغلبية بسيطة، والأحرار والقانون يدعوان لاستثناء جرائم الإرهاب من العفو العام. الأمن والدفاع النيابية تفعل اتفاقات وعقود مع روسيا بقيمة 7 مليارات دولار، ومكافحة الإرهاب يطهر واحدة من المناطق المهمة في الرمادي. الشرطة التركية تعتقل بلجيكيا يشتبه بتورطه في تفجيرات باريس، وبروكسل ترفع مستوى التأهب بسبب تهديد إرهابي وشيك. متابعينا الكرام، نشرتنا الإخبارية انتهت، شاكرين لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. شكرا لكم وشكرا لزميلي رياض إلياس. شكرا لك مجدة، إلى اللقاء.